حضرة السادة الفاضل أمسية سعيدة وأهلا ومرحبا بكم جميعا ابتهاجا ومحبة إلى أفراح شباب عزاز شباب عشيرة التركمان أهلا ديموب حياكم الله بنيابة على العريس وبنيابة عن والد العريس وباسم أعمام العريس وباسم اخوال العريس بيت البري شباب الريف الغربي اهالي كفر دريان حياكم الله وباسم عرفاء هذا الحفل تحية ترحيب الى كافة الضيوف والى كافة الحضور كافة الاقارب والى كافة الاصدقاء تحية وباقة ورد والى كل شاب اتى وهنى في هذا المكان وقدم التهاني الى زينة العرسان العريس اسماعيل شيخ الشباب ورد معطرة الى شباب عزاز عوائل وعشائر عزاز الى قرى اعزاز بنجمع الى كل الحضور اهلا وسهلا الليلة من العمر الليلة ليلة من العمر شباب التركمان أهالي عزاز أهل ديموك فرحانين شكتر يا العريس إسماعيل أنت وأنا بساعدها أنت وأنا بساعدها ودعنا ساعات الهجر والآن صفى قلبي لك يا ليل والآن صفى قلبي لك يا ليل وردتك تنتظر أقول ورد العريس أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بكل من حضر أقول ورد العريس مصطفى ديموك أبو سمعو اهلا وسهلا فيكم واهلا وسهلا بكل من حضر وضيوفنا الكرام ترى كلكم بالعين وكلكم بالصدر ترى كلكم بالعين وكلكم بالصدر ونجم الاذاعه والتلفزيون الفنان والاستاذ احمد نور الدين كرتية ابو حسن سهرانين معكم حتى طلوع الفجر سهرانين معكم حتى طلوع الفجر هيا الحفل الكريم حضرة السادة الفاضل مرة تانية أمسية سعيدة وأهلا ومرحبا بكم جميعا وبدعوة كريمة باسم والد العريس السيد مصطفى ديموك أبو سمعو أتينا ولبينا هذه الدعوة الكريمة لنحتفل وإياكم ومناسبة زفاف العريس وزينة العرسان
العريس اسماعيل نجل السيد مصطفى ديموك ابو سمعه والف مبروك. يقام هذا الحفل في صالة ليالي حلب البري للأفراح وبتاريخ 27/5/2024 المصادف يوم الاثنين ابتهاجا ومحبة إلى أفراح شباب عشيرة التركمان آل ديموك الكرام. كل شكر إلى عرفاء هذا الحفل حسن الضيافة والاستضافة الكريمة سهر العريس مجد كنو والسيد حسين أبو عقيل. يحيي لنا هذا الحفل الكريم مطرب غنى فأبدع أسمعنا فصل فنا أمير الطرب وأمير الغناء الفنان الكبير والاستاذ احمد نور الدين كردية ابو حسن. يرافق الاستاذ والفنان الراقي احمد نور الدين كردية ابو حسن فرقة ومؤسسة واكاديمية نجوم الاهرام اقوى الفرق الموسيقية في سوريا. كل شكر الى الهندسة الصوتية والاذاعية الاشراف الفني الاخ الغالي رشيد دلون ابو عمر. الفرقة الموسيقية بقيادة وأشراف سوبر ستار بزق صاحب الريشة الساحرة مؤسس قواعد الفن في سوريا شيخ الجار الخال عمر أسعد دنون. هذا الحفل برعاية مؤسسة الأهرام الراعي الرسمي للفن والفنانين سوريا مدينة إعزاز خلف المقبر القديم لصاحبي الأخوين رشيد وأسعد دنون أبو عمر. غطنا تصويريا وحدة وفد الأهرام للتصوير المرئي والإعلام التلفزيوني ولصاحبي المخرج الإذاعي الأستاذ والصحفي فارس دنون أبو سمير. أيضا أحلى وأجمل تحية باقي الدور وكل الحب إلى أعمام العريس السيد محمود ديموك والسيد محمد ديموك في تركيا الله يجزيهم خير السلامة والسيد أحمد ديموك وكل الحب لعيون السيد ابراهيم ديموك وكل حب الى عم العريس هاني ديموك في المانيا الله يجزيهم خير سلامه وعم العريس رشيد ديموك كمان في تركيا الله يجزيهم خير سلامه. طال البعاد واقترب اللقاء طال البعاد واقترب اللقاء واجمل ما في العمر الحب الوفاء وهكذا عرفت مدينة إعزاز وحلب الشهباء وأهل ديموك بفنها الجميل وطربها الأصيل معكم وإياكم أنتم الفنان والأستاذ أحمد نور الدين كردية أبو حسن ما يتفضل. مشكورا
الخير على الجميع. ان شاء الله الف مبروك للعريس، العمام واخوان العريس، لشباب اعزاز بالاجمع، اسمي وباسم فرقه الاهرام الموسيقيه بنرحب فيكم اجمل ترحيب. الله يقدرنا نسعدكم هالليله آل ديموك الكرام وضيوفهم. يا شادي الألحان
طير طير يا حمامة وتزيل الدمر والهام. هاتي لي من حبي علامة هالأسمر أبو الفخام. أنا على ديني
والورد على خدك برهوم من قدك والورد على خدك ايه وبرهوم من قدك الورد على خدك برهوم مجروح داويني من فرقتك يابا مجروح داويني من فرقتك يابا مجروح داويني بروح
Thank you.
القليبي روحي تنفاني، عزب القليبي روحي تنفاني، هلا اسمراني يما رماني، هلا اسمراني يما رماني، عزب القليبي روحي تنفاني، عزب القليبي روحي تنفاني. مشكورين على رسل الحلوة ورد معطرة إلى كافة الضيوف وإلى كافة الحضور، أيضا أحلى وأجمل تحية باقي الورد وكل الحب وبإسماعيل الفرح شباب عشية التركمان الذي يبوك الكرام، تحية ترحيب إلى كافة الضيوف وإلى كافة الحضور وإلى كافة الأقارب
وإلى كافة الأصدقاء ومحبة بالشباب عزاز عوائل وعشائر عزاز إلى قرى أعزاز بالأجمع وإلى كل شب أدى وهنى في هذا المكان وقدم التهاني إلى زينة العرسان العريس إسماعيل شيخ الشباب له أجمل تحية من السلام أيضا أحلى وأجمل تحية باقة طور وباسم عرفاء هذا الحفل السيد مجد كنو والسيد حسين أبو عقيل ترحيب بكافة الضيوف كافة الحضور كافة الأقارب أيضا وطن الحب إلى أخوال العريس شباب كفر دريان بيت بري إلن أجمل تحية من السلام إلى كل الحضور وإلى كل شاب صلى على جد الرسول وشارك وبارك بهذا الفرح الجميل إلو أجمل تحية مليون سلام. ما شاء الله حضور حضور جميل. تعتبر هاي أول حفلة صيفية لأهالي عزاز لبني ديمون، وإذا ردت أعد أسماء طيبة فوالله بعجز، لأني أنا في حديقة ورود، أي وردة بعطفها بشمها ريحتها أطيب من اللي جنبها. ما شاء الله عليكم، اللهم صل على النبي. يا أجمل الناس يا أجمل الناس نور الشمس منك غار يا أجمل الناس
يا العريس اسماعيل نور الشمس منك غار يا ظافر من البهاء اكليل 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 ورد وغار مالك عصي الدمع دمعك بعينك غار يا يابا سمعوا محبوبك
نصالك وعسى لديارك نقدر نصالك وحبيب القلب جرحني لك نصالك عند ما تحرك رموش المداب يا با يا با شوفك يا العريس مالي بيها يا بويا وعين المات شوفك يا العريس اسماعيل مالي بيها ودنيا المات ضمنا مالي بيها والله ودموعي كموسي يا حبيبي لك مالي بيها دموع اللي على فراقك سكاب ويلي بدي أغني لا تسوي لي قصة وايضا احلى واجمل تحيه باقه ورد وباسمي الفرح شباب عشيد التركمان اهلا يا ابوك الكرام باحلى في الدولار وباسم والد العريس السيد مصطفى ديموك ابو سمعه تحيه ترحيبي لكافه الضيوف كافه الحضور شباب اعزاز عوائل اعزاز عشائر اعزاز قرى اعزاز بالاجمع وكل الحب إلى شباب بني خالد وبني كنو شباب بني حاجولة إلى شباب العجيل بالأجمع شباب بني زيدان بني فاروق سعد ومحبة لشباب بيت بري كفر دريان يعني إخوان العريس أهل الريف الغربي وبيت بري أيضا من أهل الفرح شباب التركمان أهل إعزاز إلن أجمل تحية من السلام ومحبة بشباب بني جلو محبة بشباب بني رحال وكل الحب إلى كادر جامعة حلب الحرة إلن أجمل تحية مليون سلام إلى كافة الضيوف إلى كافة الحضور عوائل إعزاز وعشائر إعزاز باسم والد العريس العم أبو سمعه إلن أجمل تحية مليون سلام وإلى قادر مدرسة فهد راعي إلى أجمل تحية بالسلام إلى كل الحضور وإلى جمع السعيد ومحوى وبدون استثناء يلا شباب شباب العريس وينكم الجو بارد لاموني بحبك العالم لاموني لاموني بحبك العالم لاموني
يا فرحة قلبي يا ضي عيوني، يا فرحة قلبي أو يا ضي عيوني، أو لمسة من إيدك أنا بنسى أحزاني، أنا لمسة من إيدك بنسى أحزاني. جرب وانسى كل العالم واخفى بحضاني، جرب وانسى كل العالم. يلا يا أسعد يلا جديد جديد.